السلام عليكم شباب، معكم دسنجر والجهد. اليوم راح نرجع نلعب معكم دارك سول زي ما وعدتكم. راح نختم اللعبة مع بعض سوا، واللي فكر نزل دوم وما راح نزل دارك سولز. لا يا حبيبي، راح نزل ان شاء الله اثنين وخلصهم مع بعض في نفس الوقت. لا اتوقع دوم اسرع، دارك سولز شوي طويلة. فخلينا نبتدي معكم ونشوف. اتوقع في بيرن اندد، ما عندي، اتوقع اي حاجة في هنا بالضبط اللي يزيدني هذا. اتوقع اني حصلت واحده. طبعا المنطقه الجايه في واحد يزيدني هذا، بس انا بتاكد. انفيوز لا ريفاين، ايوه ريفاين استر ستار. هذا الحين عندي حاليا 5 هيلث، وراح اخذ الساز اتوقع الجايه. في واحد في المنطقه الجايه، الحين راح ناخذها سوا مع بعض. ترافل تو، ايوه طبعا هذه المنطقة الجاية مي صعبة ابدا، مرة سهلة. في خاتم ادلة، وفي افلام سويتها من قبل انا، لا في خاتمين، سوري في خاتمين او ثلاثة تقريبا، راح ارويكم اياهم الحين بعد شوية. في واحد عند الفيران، وفي واحد عند الجسر، وفي واحد توقع داخل لما تعدي الجسر في تنين. فخلنا نبتدي حبة حبة الحين، وان شاء الله كل شيء يكون تمام. طبعا فيس كام زي ما تشوفون الحين، حركات اتطورت شوي، عدلت السيت اب عندي، فيمدي نسوي فيس كام وصوت عدل. صحيح استنى المايك يوصل، في عندي مايك سنوبول بس انه يبي له ستان، فنضطر هالفتره بس نستخدم الاستو عشان يوصل الستان. المهم وصلنا طبعا هذه المنطقه، واخذنا الكوفننت اللي ورا عند العجوز. رايز ذا بانر او رايز بانر. طبعا المرة الأولى يوم ختبت في واحد هنا في هذه المنطقة عديت عليه يزيدك 5 ليفلات، هذا ما لازم تتأكد منه شباب. أوه يا سيرسي، سيرسي في جيم اوف ثرون، والسيري ذا ويتشر، أنا أبهدل بينهم دائما. هلو بيبي، هلو شكلك حلو. زين ما نقاتل كذا ناس تطير، ضايل اللي عندنا. حلو هذا البون فاير وصلنا عنده، ندق البون فاير. البون فاير هذا حق اذا متنا الرسم عنده. طبعا قبل لا تنزل في شيء هنا على اليسار نتذكر. ايوه احنا هذه السولو بيعطيك اياها قليله مره، بس عادي تنفع، كل شيء ينفع. طبعا شوف اللي قلت لكم عنه، هذا الوحش طبعا شوي خادع، محله شوي وسخ. انا اسحب عليهم شوي، راح يجيني بس ما اعرف. لا خلهم يتفاجئون، نبي نرجع ورا. في واحد كانه في كلام. لا 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 صدق حبيبي، ما ممكن تشوفني. كم اون بوي، كم اون بوي، خلاص الموضوع حلو. حسن نسكو. طبعا في واحد من هذا الاجسام حي. وينك؟ اتذكر هذا هو. اكسبت، سوي له. راح عند، روح عندك وين؟ في الشراين. تروح تكلمه 5 مرات راح يعطيك ايش؟ 5 ليفلات مجانا. ما ادري اكلم ذا بعد يمكن يعطيني شيء. هذا الحمل العصا، ما في شيء. عادي كل يوم يطلع لك شيء سري ما حد يدري عني، يعني شيء طبيعي. انت موت يا كلب.
خلصنا كذا منهم. افتح الباب ايزي الحين. والله صار لي فترة عن دارك سولز كل ما ابي العب بس الوقت ضاغطني، والعاب زحمة في نفس الوقت تنزل. بس زي ما وعدتكم ان شاء الله راح نحاول نختمها مع بعض بكل شيء. صحيح ان المشاهدات عليها قليلة مو مثل الاول، بس يعني ما عندي اي مشاكل. عندك هذا البون فاير حلو. اسحب عليه. المهم في هنا اثنين بيجون طيبين حلوين. تعالوا. اي 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 ايش بيبي هدي. نزل سمول شيلد حلو. هذا الشيلد زين جيد مره جيد هذا الشيلد. بيني وبينكم ما ادري اذا جلتش السولز بعد موجود او لا. تعال بعدين. لو طلع من وجهي زين. هنا في زحمة وحوش. سمعت صوت وراي. المهم شوفون هذيك الدبة في عندها شيء نبي ناخذه، شيء مهم. شنو نسوي؟ تجري اسحبه بالفلاك. هذا حق الهيلث اللي قلت لكم عنه بعد شوي راح نحصله. وتاخذ الامبر وتعطيه دوج 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 دوج. اهرب يا جهلي. اسحب عليهم كلكم ولا افتكر فيكم بعد. ارجع ورا. قلت لي بروح على جهة اليمين. والله جيت سماتك شنو اسوي لك بعد. اوكي. اذا موضوعنا ممتاز. حلو اخذنا اللي نبيه بدون ما نقاتل ونعور راسنا مع الوحوش. في وحوش كثير راح نقاتله قدام عشان كذا نجمع صوت. في اثنين ذكرهم اول مرة شجروا وجهي شوي. اي وضعنا في السليم يا حبيبي. جيب سولز جيب. في واحد بينزل من فوق. انزل. وضعنا حاليا ممتاز. طبعا في محل نبي نروحه احنا ناخذ كفننت مدعوس تحت الارض. اغلب الناس وايد عدت عليه المره الاولى. صعب تصيدوه. هذا الشيلد بعد جيد. في واحد يضربني فوق. بلع. بجيبك انت يا زق. اوكي. مو هذا الطريق اللي ابي انا اتوقع حق الكفننت. ابي اتذكر بالضبط. والله صار لي زمان عن هذه المنطقه. اذا يعني رحنا هناك تحت ونزلنا هناك ادري. لا الطريق نتوقع صح. في بون فاير ثاني. الحين خلينا نروح البون فاير اللي بعده بعدين نروح الكفننت. هناك تحت الكهف في بون فاير. هذا بس مشي يضربني. اخذ التايتن مثلا تشارل حتى يطير. اوكي حلو حلو وضعي ممتاز يا حبيبي. هنا البون فاير هذا بعد كثير عدوه. وعبد الهيلث.
تجي هنا فوق، شوفون ذاك الصندوق شباب اللي هناك، هذه أول كلمة أنا المرة الأولى قتلته، جيت شقيت شقي. هذا اللي فوق. محل ضيق، محل مو ضيق، راح تنشق. اوه في بنزل لي، نزل يا حبيبي، نزل لي سروال. المهم هذا تكلمه. اها ويلكم تو ماي اي اكروبات اي هير كيت ليرن ما تو ريد ذا بليجر. وقبلناك اكس هند اكس. اوكي طبعا المره الاولى اني جيت هذا شقيت وجه شق بدون ما اتفاهم ولا تفاهمت معه، وراح علي الكبنس. لا دوش 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 دوش. ما عندك ما عندك سمينة. هذا اخذنا السولز. حلو وضعي حاليا ممتاز ممتاز. اوكي نكمل طريقنا قدام. وفي هذا ما لهم داعي، خلينا نروح ناخذ خاتم من الخواتم اللي كلمتكم عنها شباب من قبل شوي. طبعا في زحمة وحوش هنا، ما لك داعي وما لك داعي. انا اكلت الكلاب، تعب عليك انت معاه، ما لي داعي اتعارك معاك ابدا 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 ابدا. الباب خوينا الباب، وين الباب؟ ايش اللي كلهم نزل فوق راسي؟ حلو في فارة الحين تقتل راح يعطيك خاتم نبيه. حبيبي ثواني ثواني اتفهم معك انت. والله يدي معاهم زبد. طبعا هنا في باب سري بعدين شباب راح نفتحه. وهذا الباب هذا الباب بعدين راح نفتحه. خليني اركب الخاتم اول. اتوقع هذا الخاتم يعطيك هيلث اذا ما خاب ظني. بلود انكريز بليد ريزيستنس. اي حق الا مو هيلث، بليد ريزيستنس يعني اذا واحد ضرباك وتنزف دم يقلل الدم اللي ينزل منك. ونفتح هذا الباب. حلو هنا في بون فاير. هذا هو دي المرحلة، فيها أشياء كثيرة ناخذها، أشياء مرة كثيرة خلينا ناخذ من تحت بس نعبر يا حبيبي. أما انفيد يا حبيبي انفيد، ليش ليش أنت شغلت الأمبر؟ أنا هذا كتني شغلت الأمبر. حلو تعال يا حبيبي يا انفيد تعال. الو
اعطيه دمج. ما عندي سم. اي عب هيلث الوقت جبان جبان. خذ الدمج يا حبيبي. خلنا ما صح حبيبي شرط الجاوش. يبي يسوي لي ريفلكت بس التايمينج عنده شوي ابو كلب. شايف بالغدر يا حبيبي. باقي ضربة باقي ضربة. لا لا حلو ما مات. ما عندك روح صح؟ ما عندك روح يا كلب. ما عندك روح يا حيوان. راح موت. ما اقدر اسوي لك تي باك. افا يلا معنا. اوه قتلنا اول انفيد حبيبي. ليتس جو حبيبي. زين هذا ما بتعارك معه. ابي اطلع فوق. طبعا انا هذا الطريق جاي من ورا الحين ما جيت من قدام، لان لو جيت من قدام او هذه الوسخة دي. لا لا جاي استحيل. انا كره تعرف ما هذا. لا تعطيني حبة سحر. لا 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 شقش شق بوش. طبعا هذا الطريق لو انا جيت من قدام هذه الساحره هلكتني يوم شفت من بوا محل طلعت منه على اليمين يوم قلت اخذنا الاغراض ما كملنا قدام. هذا جاي من جهته من ورا. لو رحت ذيك الجهه هذه الساحره بتقضي علي بتمللني بتقعد اسوي اشياء افلام ترمي عليك من بعيد وانت فيك وحوش قدامك فصعب تعديها. هذه الزاويه صايره اسهل بالنسبه لي. اتذكر في شيء هنا يطلع بس يفتح الباب. حشرت بينهم. Let's go. اوه حدك بينزل واحد. بدنا نشوف وضعتين. شيل. دعم من الهف خليه فوق احتياطا للغدرات. هناك لو رحت في سجن كأنه بس ما اتوقع له داعي اني اروح. خلنا نعطيه سبرنت. لا 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 في اغراض في 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 اغراض. Boy. Come on, come on, boy. Come on, boy. هذا السجن اللي اقول لكم عنه اتوقع مسكر. ايه. وهذا اخذناه هذا. وضع
وضعنا حاليا ممتاز في السمباتيك يا عيال. كأن في وحش هذا ما في شيء عليه. اوكي هذه الساحة اللي قبل شوي كنا فيها وهربت، اذا ما خبرني كأن في ايتم. لا لا حدناهم، حلو حدناهم كلهم. تتهاوش تعال انا مستعد لك. حد يقدر واحده يبي يطور هذا السيفين. اتوقع هذا طبعا الوحش يتحرك. اتوقع في طريق من فوق اتخلى بس ناسيه، والله ناسيه. خلي المهم بعدين نرجع له اذا ذكرته نرجع له. هذا طريق لا. باقي اروح الكفننت اللي قلتكم عنه شباب اللي لازم ناخذه. كلمت خوينا بس لحد الحين ما اخذته، بس ابي اتذكر وين بالضبط. وين اول شيء خليني افتح باب البوس. الو ونشوف وضعه. يا ابوي تعال. شيل. هنا في ملابس حلوه بعد تعجبني حق واحد شخصيه. الحين خلنا ناخذها الحين. والله دي منطقه شباب فيها اشياء كثيره. فيها اشياء كثير اتوقع ما راح اخلصها بفيديو واحد، مستحيل اخلصها بفيديو واحد. اوه هذا خوينا العملاق. شيل. اعطيني واحد حبه صاروخ عليهم. مو علي، اوه ما كلمته. اوكي ما كلمت نسيت. لا 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 ما بيموت ما بيموت. ما كلمته يا نسيت اني اكلمه والله العظيم نسيت. طبعا هذا العملاق لازم تروح تكلمه حق يصير خويك وما يحذف عليك. هذا كله في الموضوع. عندي تطويره ودي اروح اطور. خليه نهايه. نهاية كل فيديو راح اطور مرة احسن. الحين شنو اسوي؟ يباي لازم اروح اخذ الملابس اللي قلت لكم عنها. ما اعرفك انت حبيبي، سلام. المفروض اني اكلمك وتكون صاحبي خلاص كذا. ليش شربت هذا؟ خلاص وي جونا ميك بيس. هذا انديد حلو، هذا اللي يزيدك جرعة الهب عشان راح نستخدمها. خذناها هذه بعد. هذا اللي قطعه اللي اخذته شباب دي مهمه من جد. اي هنا تاخذ الطقم خرافي. عشان راح نلبسه. حتى البسه ذاك الطقم. فلوسي 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 فلوسي. هذه 7800 وشيء قليله. بس يا حبيبي في البداية تسوي شغل. اوكي ندخل هذا البيت.
يخرب بيتك يا كلب. انا غلطان. اذا شفتون شباب هذا الفيديو تعلم من خطأي. لازم تسوي مع ابي سوجي هذا المنطقة ولا راح تفرق معك وايد يا حبيبي. ما اعطيته جنب. ابي جنب. ابي جنب الحقل هذا الايتم. حلو. وصلنا لها. اخذنا هذا السلاح. ناس تلعب فيها بالسلاح تحس ممتاز تقولون عنه، بس انا ما شفت ما حسيت انه ذاك زود. راح استخدم هذا بروك تكستريتي. سيفين وادي له دبل دمج. طبعا هنا البوس. اكبر خطا اني ادخل البوس هنا هذا البوس وما اروح الى ذاك الكفنت اللي قلت لكم عنه اللي ورا الجدار. عرفت محله. عرفت محله خلاص. عرفت حبيبي. نروح البرج ونعبر جهه البرج. لحظة تعال تعال تعال. وين رايح فوق انا؟ انا رايح فوق. ليش ليش رايح فوق؟ هنا البون فاير. لا والله البون فاير فوق. انا ايش فيني اهبل صرت. لا فلوسي فلوسي. لا لا فلوسي راحت. راحت فلوسك يا صاحبي. ليش نزلت انا؟ ليش فوق فوق وحتى البون فاير ما اقدر ادخل اساسا. راحت فلوسي. تدري خليني اموت هنا. تعال كلب يا كلب قتلني. تعال قتلني حق يروح الانبر لا يدخل علي انفيد ثاني واجي اخذ فلوسي الحين من الوقت. هنا محل فلوس مش صعب يعني سهل تاخذهم. ونروح نسوي مع ذاك بيس الاهبل اللي حذف علينا اشياء كثيره، لان بعدين راح يفيدنا قدام في المنطقه الثانيه راح يفيدنا بشكل كبير. لا 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 سوي ترابل الى هذه المنطقة. ناخذه ونروح نكلم واحد وناخذ خاتم. لا ما راح خليني اكلمه وانهي معاكم هذا الفيديو. المرة الجاية نروح ناخذ الكفننت ونقتل البوس ونروح المنطقة اللي بعدها. هذا كذا ممتاز حق ان احس الفيديو راح يكون طويل بزيادة وتستملون. وما ابي اتقطع كثير حق ان وعدتكم ان كل شيء موجود في هذا الفيديو. عرفتم علي كيف؟ سريع سريع الحين ناخذ مره سريع. راح نعطيه سبرنت نسحب على الوحوش كلها ونعدي كل شيء بخير وسلام. اوكي المفروض فلوسي تكون تحت. اي تعالي حبيبي. ويخرب بيسش. لمبر. اوكي حلو لمبر زين. تاجيني دمج. لا 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 اموت اموت اموت. لا 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 يا حيوان يا حيوان. ليش 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 يا كلب ليش ليش تدمجني؟ طبعا بينزل واحد. شباب لا تسوون غلطة تقتلونه. هذا خوينا ترى. هذا خوينا. كم مرة الأولى وكم مرة الثانية. خلاص حلو كذا وضعنا ممتاز وياه. طبعا في واحد بعد برا. اوه هذا طاح. هذا بعد خوينا نحتاجه بعد. هذا بعدين كلمة
وهذا باب ما راح يفتح معك ابدا، لان راح تنزل من تحت. هنا في طريقين، يا تركب على فوق او تركب على تحت. طبعا كده لا لا لا، نبغى نركب فوق. تحت في وحش تقتله يعطيك سيف الثلج، سيف الثلج هذا مره قوي، مره قوي سيف الثلج. انا ابي اركب فوق. زين اني صار تحت، حق اقرب لكم كيف اركب فوق وتحت. الو الو، هذا انا. الو، اعطيه كذا واحده، خليه ينزل هذا اللي فوق الحين. ونركب مع خوينا وناخذ طبعا من الطريق. هذه المنطقة قاعد يتكلم. اجيلك يا حبيبي اجيلك، بس خلينا نتكلم خوينا هذا اللي فوق اول. قلنا ميك بيس يا حبيبي، تكون صديقي. ليش ليش تهاوش معك؟ ليش تعال؟ ميك بيس عطاني حلو. هذه ما اتذكر في شيء فوق ولا ما في شيء، ما اتوقع في شيء ولا حتى ايتم بعد. اي ما في شيء. اتذكر من هذا الجهاز. حلو نزلت. هذا خوينا. المهم شباب، هنا راح نكمل الفيديو المقطع الجاي. طبعا هنا في تنين وفي خاتم داخل وفي الكافننت، بس ما ابي اطول عليكم زياده، اخلي المقطع الفيديو مره كبير والحب اكثر عليكم كثير. فان شاء الله بالمقطع الجاي راح ندخل لهذا الوحش اللي داخل ونفقع وجهه ورحلة تطوير نطور بعد. فإذا عجبكم الفيديو شباب، تدري قبل لا انتظر خلني استخدم البوند وارجع. شو رايك مره واحده نروح للشراين؟ علمتكم انا كيف الطريق، بس خلينا نروح الشراين اطور معاكم، وبعدين نجيكم المره الجايه ونقتل هذا الوحش سوى التنين وناخذ الخاتم وناخذ الكافننت، وبعدين نقضي على الوحش البوس الاخير. مو الوحش، وحش باخر هذه المنطقه، بوس ما بوس ما هذه المنطقه. ما ايش فيك انت كلش خلاص. الله يهدي بيس. زين ابي حبه كذا حبه كذا، بس كذا كذا كفايه. حلو كذا ممتاز. طبعا انا اخذت شباب من قبل شوي قطعه البوند اللي يوم قفزت على الحاجز. ليش؟ تجي الى هنا وتضغط بون اندد بون شارد. شوفوا الهيلث عندي 5، استصف لك ما في جنب شيء، صار عندي زائد 1. هذه الزائد تزيدك كمية الهف في الجرعة الواحدة. هذه ممتازة كذا، مرة تفيدك. وفي أتوقع عندي بعد الثانية هذه تعطيك هف أكثر، صار عندي 6. أخذناها. وين راحت؟ فيوز ريفاين، وين راحت ريفاين؟ أيوه هذه. كأن حصلت واحدة، خلاص خلصناها. حلو. كذا وضعنا في السمباتيك يا عيال. وضعنا مره ممتاز. خلينا نشوف، صارت عندي 6. حلو، وصار عندي الهيلث ممتاز كذا. فتقريبا كل شباب وصلنا نهايه الفيديو، اتمنى عجبكم واستفدتم منه واستمتعتم فيه. اذن مشاهده بلود بورن حالي او دارك بلود بورن. دارك سولز عندي مين كثير، بس انا وعدتكم ان اشرح لكم وناس قليل اللي تبي هالشيء، بس حاب ارضي الكل. فاذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب ولا تنسى الشير. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.